لكم، معكم شفرح القرمعي، غادي نقدموا ان شاء الله نصائح مع لالا بلوس بالنسبه للورقه اللي كتبقى لنا. الورقه ضروري من الاحسن اننا نوظفوها ملي تكون طريه، اون فوا شاتنا باش ما تضيعش كنقطعوها نلويوها ونقطعوها يا اما بالمقص ولا كنقطعوها بالماكينه اللي كنخدموا بها رزيزه. كناخذوا واحد ان طورشون كون عندنا نقي، كنسرحوها حتى كتنشف وكيمكننا نخدموا بها من بعد يا اما بسيطلات صغار ولا اللي بغينا، وكتجي زوينه وما كتضيعش الورقه ديالنا، ما نحتاجوش اننا ندهنوها بالزيت باش كتجينا مقرمشه.